آفة حفار الساك التي تهاجم شجر الليمون وشجر الزيتون. سنتعرف في هذا التقرير على هذه الآفة وما هي مضارها على هذه الأشجار. أنا المزارع أنس الخطاطبة من محافظة عجلون لواء كفرنجة. عندي بستان ليمون وزيتون ورمان وبعض الأشجار الثانية. أثناء تواجدي في البستان وبتجول في البستان وبتفقد كعادتي دائما، تفاجأت بوجود انشارة خشب موجودة تحت زيتونة معمرة عمرها 50 سنة. لما حفرت على محل انشارة الخشب لقيت ثقب كثير كبير يعني، وحتى نافذ على الجهة الثانية ونافذ من أكثر من جهة، يعني 3 ثقوب متوصلات ببعضهن، وطلعت منهن 4 دودات. طبعا حفار الساق هذا بشكل عام بظل بساق الشجرة من جوا حتى بتطلع الشجرة بتلاقيها يابسة مرة واحدة بدون مقدمات. يعني هي صحيح بجوز بتبلش تضعف، بس انت ما بتلاحظ الضعف لانه بتفكر انه عبارة عن تدوير في الزيتون، لكن بالواقع لما بكون فيها حفار الساق يعني اذا السنة ما طلعت ولا حبي كمان السنة الجاية مش راح تطلع، والبعدية مش راح تطلع، بتتفاجأ انه بلشت الشجرة تبس اول باول، واليباس هذا اما ببلش كعادة ببلش من عادة ببلش من فوق لتحت، مثل أنا ما لاحظته بالليمون، لكن بالزيتون أتوقع أنه نفس الإشي يعني.